السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صف رابع صفوف الثلاثة، يا رب تكونوا بخير. بنستكمل مع بعض درس الحج. كتابنا أمامنا والقلم في إيدينا. تعرفنا في درس الحج واحد عن معنى الحج، هو زيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء عبادات معينة. طيب، ما هي الأعمال التي يقوم بها المسلم؟ أول عمل يقوم به المسلم الإحرام، حيث يلبس الرجل ثوبين غير مخيطين، وتلبس المرأة ملابسها الساترة. الرجل هنا بيلبس رداء وإزار، والمرأة ترتدي العباية والشال. الطواف حول الكعبة، يطوف الحاج حول الكعبة 7 أشواط يكثر فيها من الدعاء. الصورة التي أمامنا توضح الكعبة، ويطوف حولها الحجاج 7 أشواط، معنى 7 مرات. السعي بين الصفا والمروة، يسعى الحاج بين الصفا والمروة 7 أشواط، وخلال السعي يكثر من الدعاء. الصورة الأولى توضح لنا جبل الصفا وجبل المروة، والصورة الثانية توضح لنا هي صورة فعلية للسعي ما بين الصفا والمروة. الوقوف بعرفة، يتوجه الحاج إلى عرفة متى؟ في اليوم 9 من ذي الحجة، ويبقى فيها حتى غروب الشمس، ثم يذهب بعدها إلى المزدلفة للمبيت فيها. في اليوم 9 من ذي الحجة، معناها يوم وقفة عيد الأضحى، يتوجه الحجاج إلى جبل عرفات ويبقوا هناك حتى غروب الشمس، ثم بعدها يتوجهون إلى مكان اسمه المزدلفة ويبيتون فيه. والوقوف بعرفة هو الركن الأساسي للحج. رمي الجمرات، يرمي الحاج الجمرات 3 في منى. هنا سؤال، أين يرمي الحاج الجمرات 3؟ بتكون في منى. الجمرات كما في الصورة هي الحصى، هي الحصى. الجمرات 3 هي أماكن 3 يرمي فيها أو الحاج أو يرجم هنا الشيطان لإهانته، لأنه كان يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، كأننا بنقول له ابتعد عنا. وبعد أداء الفرائض بيعود الحاج إلى بلده خالي من الذنوب بإذن الله تعالى. طيب، عرفنا في خلال درس الحاج 1 والحاج 2 معنى الحاج والأعمال التي يقوم بها الحاج. أنشطة والتقويم صفحة 98، اكتب الأعمال التي يقوم بها الحاج. عندنا إيه؟ كم عمل؟ 5 أعمال. ومهم جدا وضح إحرام الرجل وإحرام المرأة، أو الفرق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة، وتعرفنا عليه في الصورة. صف رابع، يا رب تكونوا فهمتم الدرس. معاكم متواصلة دايما بالتوفيق، وربنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.